بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، واول استوديو تحليلي لمباريات شباب الاهلي في الموسم الجديد. اهلا بحضراتكم في استاد الاهلي. استاد الاهلي ان شاء الله هيكون لتحليل مباريات الفريق الاول لكره القدم، وايضا مباريات الناشئين. مباريات الناشئين اللي كان لينا الحصريه والسبق هنا في قناتنا، قناه النادي الاهلي، كانت اول قناه في الشرق الاوسط وفي مصر تذيع مباريات الناشئين على الهواء حصريا، واستوديو تحليله ايضا تحكيمي لمباريات الناشئين. الفكره اللي نالت اعجاب كل جماهير الكره المصريه. باذن الله هنكون مع حضراتكم في مباريات 2008 و2007 و2005، والبدايه النهارده مع مباراه مهمه وصعبه. شباب الاهلي امام شباب انبي مواليد 2008 في ملاعب الناشئين بمدينه نصر. النهاردة إن شاء الله هيكون ضيوفي في الاستوديو التحليلي نجم الأهلي السابق كابتن أحمد شكري، وأيضا محلل قناة النادي الأهلي الدكتور أحمد ثابت، وكالعادة الخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباس هيكون النهاردة في ضيافتنا في الفقرة الأخيرة. قبل ما نروح لمباراة النهاردة والتحليل الرقمي، وهنتكلم بالتفصيل الفني، وعندنا النهاردة كمان قضية مهمة جدا هنطرحها النهاردة في الاستوديو التحليلي. خلينا نتكلم في البداية عن مباراة السوبر المصري، الأهلي والزمالك بكرة بمشيئة الله الساعة 8 في استاد محمد بن زايد، الساعة 8 بتوقيت القاهرة. كل الدعوات بإذن الله بالتوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة المهمة والمرتقبة. خلونا من هنا نوجه رسائل مهمة جدا للاعبي النادي الأهلي، وهبتدي بلاعبي النادي الأهلي. خلي بالكم علشان جمهورنا العظيم، جمهورنا اللي دايما مساند، جمهورنا على الحلوه وعلى المره، زعلان الفتره دي. جمهور النادي الاهلي زعلان من بدايه الموسم بعد خساره السوبر الافريقي، وايضا بالرغم ان احنا كسبنا الحمد لله بفضل الله المباراه الاخيره امام سيراميكا كليوباترا في السوبر، لكن لسه جمهور النادي الاهلي زعلان. في ايد لعيبه النادي الاهلي انها تقدر تصالح جمهورها، وعظيمه كره القدم انها بتيجي في وقت علشان تقدر، مش هقول تنتقم، ولكن ترد بعد خساره السوبر الافريقي. عندنا فرصه ذهبيه لعيبه النادي الاهلي انها ترد في الملعب ان شاء الله بالاداء الرجولي والروح العاليه اللي دايما ان احنا معتادينها على لعيبه النادي الاهلي. رسالتي ايضا لمستر كولر، انت مدرب كبير، واحد من جمهور النادي الاهلي بيعشقهم وبيحبهم جدا، واحد من اللي بدات تتقارن باساطير المدربين في النادي الاهلي، وعلى راسهم مانويل جوزيه. ما شاء الله دلوقتي كولر محقق ما يقرب من حوالي 10 بطولات مع النادي الاهلي. انت مدرب كبير، وعندنا ثقه كبيره جدا في مستر كولر وايضا لاعبي النادي الاهلي. زي ما احنا شايفين الصور، الوشوش كلها مركزه، الوشوش كلها عندها تركيز كبير انها تسعد جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اللي انا من هنا بطالبه ان بكره جمهور النادي الاهلي يكون مساند، ودي مش مطالبه غريبه على جمهور النادي الاهلي اللي هو اصلا دايما مساند على الحلوه وعلى المره في كل وقت للاعبينا وادارتنا وجهازنا الفني، اللي هو السبب الرئيسي في كل بطولات النادي الاهلي. هي دي الفتره المهمه جدا، عندنا ان شاء الله ثقه فيكم من اول دقيقه لاخر دقيقه، هيكون في مسانده كبيره جدا للعيبه النادي الاهلي. هي دي الرسائل اللي انا كنت حابب اوصلها للعيبه ومستر كولر وايضا لاعبي وجماهير النادي الاهلي.